شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في إمارة أبو ظبي، ويقام المنتدى تحت شعار الاستثمار في التنمية المستدامة. وأكد سعادة الوزير أن المنتدى يعد ركيزة أساسية في صنع القرارات الاقتصادية الهامة ووضع الاستراتيجيات والحلول للتحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية العالمية، ويمثل فرصة لتعزيز العمل الجماعي لصناع القرارات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار في التنمية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. شاركت شركة بيون التي تشرف على شركة باتلكو وشركات بيون الرقمية وهم بيون ماني وبيون سولوشنز وبيون سايبر وبيون كونكت، شاركت في معرض جايتكس 2023 في إمارة دبي إلى جانب عمالقة التكنولوجيا لتترك بصمة متميزة في أكبر معرض تقني في العالم، والذي يركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تأتي مشاركة شركة بيون التي تشرف على شركة باتلكو وشركات بيون الرقمية في معرض جايتكس هذا العام كأكبر مشاركة لشركة بحرينية على الإطلاق، مما يعكس التزام الشركة بالنمو والتوسع الإقليمي، كما حرصت الشركة على خلق مستوى عال من الوعي حول خدمات شركاتها الرقمية ومحفظة منتجاتها. معرض جايتكس معرض عالمي معروف، وإحنا حريصين أن الشركة تشارك فيه، واليوم يعني فرحنا بمشاركة سمو الشيخ محمد بن راشد لمنصتنا في المعرض والاطلاع على جناح الشركة. طبعا المشاركة تعكس توجهات الشركة للتحول الرقمي، لتتجه الشركة ضمن رؤية المملكة للتحول الرقمي، واحنا اليوم خلال المعرض نستعرض حلول ومنتجات شركة بيون. كذلك يعني المعرض يعتبر المنصة المثالية لعرض خططنا التوسعية في المنطقة، وخصوصا لشركة بيون ماني وبيون سايبر، والشركة سوف تستمر في تنفيذ خططها للتوسع والنمو وجعل شركة بيون شركة تكنولوجيا عالمية. قامت شركة بيون بعرض أحدث منتجاتها وحلولها الرقمية المبتكرة مع تسليط الضوء على بعض الخطط المستقبلية المتميزة، وخلال الحدث تم توقيع عدد من الاتفاقيات والشركات. ويمثل جايتكس منصة مثلى للتواصل مع قادة ورواد القطاع والزبائن والشركاء، مما يتماشى مع رؤية الشركة في النمو إقليميا وعالميا وتوسعة نطاق تواجدها الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين للتحول والاقتصاد الرقمي. بدأ بنك سيكو تنفيذ البرنامج المشترك مع الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة لتدريب 44 سيدة بحرينية على التداول والاستثمار في الأسواق المالية العالمية وتشجيعها على اكتساب الخبرة العملية في أسواق الأسهم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يأتي البرنامج التدريبي التداول في الأسواق المالية الذي أشرف عليه خبراء من بنك سيكو بالشراكة مع الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة بهدف تدريب النساء البحرينيات على التداول والاستثمار. وتناول البرنامج عددا من الموضوعات، من بينها مقدمة في التداول تتضمن أساسيات وأنواع تداول الأسهم وفهم وتحليل سوق الأوراق المالية وتطوير استراتيجية التداول وإدارة المخاطر. تحرص سيكو على تعزيز ثقافة الادخار وإبراز أهميته. تقيم سيكو بتوفير العديد من الحلول الاستثمارية للأفراد مع إعطاء المشورة والمعلومات الوافية لاتخاذ القرارات الأمثل لكل شخص. ومثل هذه المبادرات كمان بتساعد على تدريب النساء في مجال التداول والاستثمار، اللي يعتبر عنصر مهم في تعزيز الشمولية المالية والتنوع والتمكين، ومساعدة كمان المرأة على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية. يوفر البرنامج للمشاركات منصة تداول افتراضية تحاكي البيئة الواقعية لمنصات التداول العالمية، حيث منحت المشاركات مبلغا من الأموال الافتراضية للتداول بها، مما يسمح لهن باكتساب الخبرة في التداول دون المخاطرة بأموال حقيقية، إضافة إلى تزويدهن ببيانات السوق الفعلية مثل أسعار الأسهم واتجاهات السوق والمعلومات الأخرى ذات الصلة لمساعدتهن على اتخاذ قرارات تداول ناجحة. وفي نهاية البرنامج سيتم تقييم أداء المشاركات لمنح الفائزة بالمركز الأول جائزة يقدمها البنك،
وتتمثل في فتح حساب على منصة التداول الفعلي سيكولايف.com بالإضافة إلى مبلغ نقدي لدعم بدء التداول. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. استقطب مجلس التنمية الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري استثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 295 مليون دولار. وأفق بيان للمجلس تأتي الاستثمارات من بين إجمالي استثمارات مباشرة بقيمة 1,400,000 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. ولفت البيان إلى أن الاستثمارات جاءت عبر 14 مشروعا، ومن المتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 1,600 وظيفة في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات خلال 3 سنوات.